تدوم والمواعد تحتوي منه حضار والمواعد تحتوي منه حضار هلا تلبش راك ما هم للوسوم واللي شرفنا مكانه معتبر واللي شرفنا مكانه معتبر يا هلا يا مرحبا عند النجوم فالجنادرية تحت ضوى القمر فالجنادرية تحت ضوى القمر كل عام ويا عسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تغطية مهرجان الجنادرية 33 وفاء وولاء. هذا المهرجان السنوي الذي يأتي وفاء من الشعب السعودي الأصيل وقيادته الحكيمة وولاء لهذا الوطن وتاريخه وماضيه ومن عبق الماضي وحاضر المستقبل، نأتي لكم بهذه التغطية من أرض الجنادرية عبر برنامج جنادريات، خلوكم معنا. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار والمواعد تحتوي منه حضار في الجنادرية على وفي العلوم دوم تجمعها مضامين الخبر دوم تجمعها مضامين الخبر. الجهات الحكومية وعدد من الوزارات مشاركة في هذا المهرجان وكلهم شرف أن يشاركوا بمثل هذا المهرجان، مهرجان الجنادرية 33 وفاء وولاء. وزارة المالية هذه الوزارة المتميزة مشاركة بهذا الركن أو هذا الجناح الجميل جدا في الجنادرية ويعتبر من التحف اللي موجودة في مهرجان الجنادرية 33 وفاء وولاء. خلونا نتعرف على هذا الجناح من داخل جناح وزارة المالية. جناح وزارة المالية اليوم أنا عندي تاريخ وزارة المالية والاستراتيجية. تاريخ وزارة المالية عام 1344 في عهد المؤسس طيب الله وثراه تم تأسيس مديرية المالية العامة وتم تأسيس مديرية العامة وكان مقرها مكة المكرمة. عام 1346 أوقفت أغلب العملات وأصدرت عملة ورقية سعودية وهي هذا شكلها هذه العملة في عهد المؤسس، هذا شكل العملة في عهد المؤسس. 1347 تم تحويل من مديرية مالية عامة إلى وكالة مالية عامة. عام 1351 تم إنشاء وزارة المالية وتم تعيين معالي الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان أول وزير وهذا الأمر السامي، ويجي بعدها الهيكلة حقت الوزارة أول وزارة هذه الهيكلة. 1356 هذه هيكلة الداخلية للوزارة المالية صدور النظام، وهذه الهيكلة الداخلية للوزارة أكثر تفرع من اللي قبل. يعني يتم من خلال زيارة المشارك أو زيارة الزائر من خلال هذا الجناح تعرفته بتأريخ تاريخ الوزارة المالية والاستراتيجية وبعدين الميزانية وأخرى والجناح الآخر. 1365 أغلب الوزارات وزارة التخطيط جهة دعم من ضمنها وزارة المالية، فتم إعادة تنظيم الوزارة وزارة المالية عام 1365 وهذا الهيكل التنظيمي لوزارة المالية آنذاك. 1374 تم دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية وأصبح اسمها وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 1406 هذه الهيكلة حقتها. 1426 هذه الهيكلة حقتها. هذه الهيكلة وتم إعادة تنظيم الوزارة لكي تطور يعني عشان من الذي قبل هذه. وأغلبها صارت وكالات لأن وكالة أشمل وأعم من الإدارة والمديرية الوكالة. أيضا نشاهد هنا يعني رحلة إعداد الميزانية وتنفيذها من خلال وزارة المالية، لو تعرفنا عليها. تمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إعداد الميزانية تبدأ من شهر يناير تحضير تقريبا بعد سبع أيام سويتم تحضير ميزانية 2020 بإذن الله. والمرحلة الثانية اعتماد الميزانية وهذه المراحل تحتها وهناك تفاصيل تحت. إحنا في وزارة المالية يهمنا الشفافية، عندنا أربع قيم: الالتزام والشفافية والشراكة والإنجاز، هذا قيم الوزارة. وهناك في التنفيذ هذا الإعداد واعتماد وتنفيذ، وهناك وهنا الملوك أغلب الملوك اللي مروا على المملكة، كل ملك والإيرادات والمصروفات وجميع تفاصيل الميزانية هنا. وهنا مقطع صوتي يخص كل ملك بصوته بإطلاق الميزانية تبعه.
هذا تم تجميع جميع المقاطع هذه لجميع الملوك اللي مروا على المملكة العربية السعودية في إعلان الميزانية. نعم، هذا الآن مقطع حي للملك عبد العزيز طيب الله ثراه المؤسس العظيم. طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. سمعنا الآن خطابه في إعلان ميزانيته أحد الميزانيات في حكم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الملك سلمان، هذا كل المقاطع، الملك سلمان تطورنا وصار فيه 3D أغلب الميزانيات من 2017 2018 2019، بس فقط مجرد أنك تضغط على الميزانية وتروح لأي شيء، الإيرادات أي شيء تضغط عليها مثلا وتطلعها هنا وتختار وتكبر وتصغر على كيفك وتغير من الميزانية. الحين 17 بعدين تذهب إلى ميزانية 18 19 الأخيرة قبل تقريبا 4 أيام. هذه العملات، هذه العملات. بعدين تروح أنا ميزانية 2019 أعلنت قبل أيام، الآن جاهزة وموجودة من ضمنها باركود. هذا الباركود، هذا الباركود تفتح بجوالك تخش جميع التفاصيل اللي تخص الميزانية، الإيرادات والمصروفات كل شيء هنا عن طريق الباركود. بارك الله، يعني جهد جبار تقوم به وزارة المالية من خلال جناحها في مهرجان الجنادية 33 وفاء وولاء. يعني هذه الأشياء الجميلة، الأركان التفاعلية كذلك لكل المواطنين الزائرين لهذا الجناح باستطاعتهم مشاهدة جميع الميزانيات اللي مرت على عهد المملكة العربية السعودية في عهد قيادتها الرشيدة من الملك عبد العزيز المؤسس طيب الله ثراه إلى عهد الملك سلمان ملك الحزم والعزم حفظه الله. تم تدشين الميزانية قبل أيام قليلة جدا، ولكن وزارة المالية واكبت هذا الأمر وتم عرض هذه الميزانية وكذلك وضع باركود على الحائط لمن يريد التعرف على ميزانية 2019 للمملكة العربية السعودية. خلوكم معنا في تغطية قادمة من جناح آخر. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار، والمواد تحتوي منه حضار في الجنادرية على وفي العلوم، دوم تجمعها مضامين الخبر، دوم تجمعها مضامين الخبر. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار، والمواعد تحتوي منه حضار. انطباع اللي بدا وقت القدوم والوصوف المترفة فوق العبار، والوصوف المترفة فوق العبار، والوفاء لأهل المواجب والعزوم، والوفود الحاضرة وأغلى البشار، والوفود الحاضرة وغلى البشار. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار، والمواعد تحتوي منه حضار. هلة البشرى كما هم للوسوم، واللي شرفنا مكان معتبر، واللي شرفنا مكانه معتبر. يا هلا يا مرحبا عد النجوم، فالجنادرية تحت ضوى القمر، فالجنادرية تحت ضوى القمر. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار، والمواعد تحتوي منه حضار. انطباع اللي بدا وقت القدوم والوصوف المترفة فوق العبار، والوصوف المترفة فوق العبار، والوفاء لأهل المواجب والعزوم، والوفود الحاضرة وأغلى البشار، والوفود الحاضرة وغلى البشار. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار، والمواعد تحتوي منه حضار. هلة البشرى كما هم للوسوم، واللي شرفنا مكان معتبر،
واللي شرفنا مكانه ما تبار. يا هلا يا مرحبا عد النجوم فالجنادرية تحت ضوى القمر، فالجنادرية تحت ضوى القمر. كل عام ويا عسى الفرحة تدوم والمواعد تحتوي منه حضار، والمواعد تحتوي منه حضار. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج جنادريات من أرض الجنادرية، هذا المهرجان الجميل الجنادرية 33، وفاء وولاء، الزوار يتوافدون بشكل كبير جدا. هذه السنة سنة مختلفة مواكبة لهذه الرؤية الطموحة بالاحتفاء بهذا الماضي الجميل وعبقه الرائع، وكذلك بمستقبل المملكة العربية السعودية. جميع المناطق لها شرف أن تشارك من خلال هذا المهرجان، جميع الجهات الحكومية، جميع يعني الزوار الذين ارتدوا لهذا المهرجان يحتارون من أين يبدأون. وكانت بداية هذا المهرجان بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. نلقاكم في حلقات قادمة من أرض الجنادرية ومن خلال برنامج جنادريات. إلى اللقاء. هلت البشرى كما هم للوسوم واللي شرفنا مكانه ما